السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بالف خير. اليوم جيت نقدم لكم حلوه رخامه او الزليجه كي كنقولوا، اكيد محبوبات الجماهير اللي عشقها الكبير والصغير. قبل ما نبداو ما تنساوش تابونوا عندنا في القناه ديالنا وتبارطاجيوها مع الاصدقاء والحباب. بسم الله البنات، نبداو بالمقادير. اول حاجه عندي هنا نص كيلو تاع كاوكاو، من بعد ما حمرته وهرمشتو وشويه درتو بقشورو والاخر طحنتو عادي. وعندنا العسل باش كنجمعو، وعندنا واحد البسكوي، وعندنا واحد حليب غير محلى. المهم البنات المقادير كل واحد وشنو كيدير فيها هاد الحلوه، كل واحد كيبدعها، كل واحد شنو كيدير فيها. انا قديتها البنات بهاد المقادير، جاتني غزاله واللي دقى عندي كيشكرني وكيقول لي الله يعطيك الصحه جاتك زوينه. المهم البنات المقادير كل واحد شنو كيدير فيها، كاين اللي كيدير حليب مركز، كيدير كل واحد شنو كيدير، كاين اللي كيدير الكراميل، كل واحد شنو كيبغي. المهم الابداع اختيار ديالكم على حسب النكهه ديالكم وعلى حسب الحاجه اللي كتفضلوا نتوما. على بركه الله البنات نبدا لكم. اول حاجه البنات بداو بكاوكاو، كنزيدو حتى البسكويت. البسكويت هو غير كنهرمشو، ماشي واخا يبانو لكم طروفه ماشي مشكل. كنزيدو البنات العسل، العسل على القدر اللي غادي يجمع لينا. من بعد البنات كنزيدو الحليب، حاولوا البنات ما تخليوهاش تعلق بزاف، غير شويه صافي، غير تبان لكم كتجمع صافي. من بعد البنات ما كتخلطوا الخليط، خاصكم تكونوا مصايبين الطاوه فين بغيتوا تستعملوا، اي طاوه ماشي بالضروره هذه اللي درت انايا، المهم اي طاوه بغيتو نتوما. وكتكبوا الخليط، والطاوه ضروري تكونوا دايرين بابي سيلوفان او بابي كويسون. كتشدوا البنات كاس وكتساويو بيه الخليط باش تجيكم متوازنه، ماشي جهه فيها كتير وجهه قليل، خاصها تكون متوازنه. من بعد البنات منين كنصايبوا الخليط في الطاوه ديالنا كنجيو للتزيين. التزيين عندنا الشكلاط الكحل وعندنا الشكلاط الابيض، الكميه على حساب الخليط اللي عندكم وعلى حساب الضغط. من بعد البنات ما ذوبنا الشكلاط في حمام مريم كنكبو على كل شيء عجناه على كله وكنقدر. من بعد ما خوينا على الشكلاط كتولي على هذا الشكل، كندخلوها للثلاجة حتى كتشد راسها، اللي كنخرجها وندوزو المرحلة الثانية. ها نتوما البنات من بعد ما خرجناها من الثلاجة كنقلبو ليها الوجه ديالها وكنحيدو بابي سيلوفان. من بعد البنات دابا كنوصلوا لمرحله التزيين، كنكبوا عليها الشكلاط الابيض، وفي هذه المرحله كنكونوا موجدين الشكلاط الكحل للتزيين باش ما يجمدش لينا الشكلاط الابيض وفي التزيين ما يجيناش الخطوط مقادين. دابا كندوزوا للمرحله الاخيره، كنديروا الخطوط عادي عشوائيين. من احسن يكونوا مقاربين. كما كتلاحظوا البنات هذا هو الشكل النهائي، وبصحه وراحه.